بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منصة البث المباشر الخاصة بوزارة التربية والتعليم، منهج الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الأول. في الحلقة اللي فاتت يا أولاد أخذنا مع بعض الدرس الأول وتعرفنا على المحور الأول، وقلنا الدرس الأول كان بعنوان أدوات تحديد المواقع أو بعض أدوات تحديد المواقع. تعالوا مع بعض نفتكر عن طريق المراجعة الدرس الأول. ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما يأتي لمعرفة مدلول الرموز والألوان الموجودة على الخريطة، فإننا ننظر إلى نقط مقياس الرسم، وردة البوصلة، عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة. لو أنا عايز أعرف مدلول الرموز والألوان اللي موجودة على الخريطة أنظر إلى إيه يا أولاد؟ هل أنظر إلى مقياس الرسم ولا وردة البوصلة ولا عنوان الخريطة ولا مفتاح الخريطة؟ إيه هو اللي يحدد لي أو يفهمني مدلول الرموز والألوان اللي موجودة على الخريطة دي؟ شطار، كلكم شطار وقلتوا مع بعض. طبعا بنبص لمفتاح الخريطة، هو اللي بيساعدنا ان انا افهم واقرأ الالوان والرموز اللي موجودة على الخريطة واعرف مدلولتها. النقطة الثانية، اذا اردنا السفر من محافظة القاهرة الى محافظة الاقصر فاننا نتجه الى نقط الشمال، الغرب، الجنوب، الشرق. تعالوا نشوف على الخريطة. لو أنا هنا في محافظة القاهرة اللي أنا عامل عليها الدايرة دي وعايز أسافر إلى محافظة الأقصر اللي موجود عليها الدايرة اللي أنا مشاور عليها دلوقتي، طيب يبقى أنا هتجه اتجاه إيه؟ نفتكر مع بعض الاتجاهات على وردة البوصلة. من القاهرة إلى الأقصر، من القاهرة إلى الأقصر زي السهم ما بيتحرك كده، هنبدأ من القاهرة وننزل إلى الأقصر، يبقى هنتجه إلى اتجاه، شطار يا ولاد، نتجه إلى اتجاه الجنوب. شوف النقطة اللي بعد كده، العنصر المفقود بالخريطة المقابلة هو نقط. العنصر المفقود، مفقود يعني غير موجود بالخريطة اللي قدامنا، هو نقط. وردة البوصلة، عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة، ولا مقياس الرسم؟ تعالوا نشوف عناصر الخريطة. احنا تعالى قدامنا مجموعة من العناصر، مقياس الرسم موجود على الخريطة وده احنا بنشاور عليه بالمؤشر. طيب خطوط الطول ودوائر العرض موجودة على الخريطة قدامكم اللي انا بشاور عليها دي، ادي دوائر العرض وادي خطوط الطول. مفتاح الخريطة موجود قدامي اهو اللي فيه مدلول الرموز والالوان اللي على الخريطة. طبعا عنوان الخريطة موجود تحت مكتوب خريطة بعض المدن المصرية. يبقى ايه العنصر المفقود؟ شطار يا ولاد، كلنا طبعا مش شايفين على الخريطة هنا وردة البوصلة، يبقى اذا العنصر المفقود هو وردة البوصلة. اذا اردت حساب المسافة بين القاهرة والاسكندرية، لو انا عايز احسب المسافة بين القاهرة والاسكندرية هبص على ايه؟ طبعا هبص على وردة البوصلة ولا عنوان الخريطة ولا مفتاح الخريطة ولا مقياس الرسم؟ شطار، طبعا قلنا وزي ما عرفنا المرة اللي فاتت في درسنا ان انا علشان احسب المسافة بين اي مدينتين على الخريطة والمسافة على الطبيعة بحتاج ان انا اشوف، برافو عليكم، اشوف مقياس الرسم، اشوف مقياس الرسم. يبقى اذا اجابتنا الصحيحة هو مقياس الرسم، هو اللي بيحدد لي المسافات بين الرسم او النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة. أكمل الجدول التالي بالكلمات الآتية: الطائرات، الأماكن، تفصيلا ودقة، أعلى الأقمار الصناعية. جايب لنا مقارنة بين الصورة الجوية والصورة الفضائية، نفتكرها مع بعض. احنا قلنا ان الصورة الجوية والصورة الفضائية، ان الصور دي من أدوات تحديد المواقع. شطار يا ولاد. طيب عايزين نعرف التشابه، كاتب لنا إيه
في التشابه، كلاهما يستخدم في تحديد مواقع نقط. تمام، برافو عليكم، تحديد مواقع الأماكن. يبقى أنا هجيب كلمة الأماكن وأكتبها هنا، الأماكن. طيب تعال نشوف الاختلاف عند الصورة الجوية. الصورة الجوية يتم التقاطها من الجو باستخدام، شطار يا أولاد، باستخدام الطائرات. يبقى أكتب هنا الطائرات، وتعطي صورة حقيقية لسطح الأرض ومعالمها، تساعد في رسم خرائط أكثر نقط. أكثر إيه؟ برافو عليكم، أكثر دقة وتفصيلا، أكثر تفصيلا ودقة، أو دقة وتفصيلا، لأنها قريبة من سطح الأرض فبتظهر الصورة واضحة. طيب نشوف الصورة الفضائية، يتم التقاطها باستخدام نقط. الصورة الفضائية بيتم التقاطها من الفضاء باستخدام إيه؟ برافو عليكم، الأقمار الصناعية. لذلك تظهر أو تظهر سطح الأرض من، بتجيب شكل الكرة الأرضية من مين؟ من أي اتجاه؟ تمام، من أعلى. وطبعا بتتميز الأقمار الصناعية بقدرتها على الدوران حول الأرض، لذلك تلتقط عدد أكبر من الصور والمواقع. إحنا كده رجعنا على الدرس الأول، ونكمل مراجعة على اللوب على الخريطة. نشوف باستخدام وردة البوصلة حدد الاتجاهات الأصلية أو الفرعية الخاصة بالأماكن المختلفة على خريطة مصر. أنا هنا بالاتجاهات الأصلية والفرعية، يبقى أنا هفتكر وردة البوصلة، هفتكر الاتجاهات اللي خدناها مع بعض على وردة البوصلة. هشوف رقم واحد، رقم واحد بيقول لي إيه؟ خليج العقبة. لما أقف على خليج العقبة، خليج العقبة موجود فين في مصر؟ أدي رقم واحد. شطار، الاتجاه هنا أقول اتجاه إيه؟ تمام، ده من الاتجاهات الفرعية يا مستر، ده موجود في اتجاه الشرق وكمان في اتجاه الشمال، موجود بين الشرق والشمال، هيبقى اتجاه شمال شرق مصر. يبقى خليج العقبة يقع شمال شرق مصر. طيب نشوف محافظة أسوان، رقم اتنين، ادي محافظة أسوان. محافظة أسوان موجودة في أي اتجاه؟ برافو عليكم، جنوب مصر، جنوب مصر. رقم ثلاثة، بحيرة البرولوس، ادي رقم ثلاثة، موجودة عند الدلتا فوق عند البحر المتوسط. شطار، موجودة في شمال مصر عكس أسوان، احنا قلنا أسوان في الجنوب، بحيرة البرولوس في شمال مصر. طيب البحر الأحمر، البحر الأحمر رقم أربعة، موجود في أي اتجاه؟ شطار يا ولاد، موجود في شرق مصر، شرق مصر. رقم خمسة، هضبة الجولف الكبير، طبعا موجودة في ركن هنا ناحية الجنوب والغرب، يبقى هو الجنوب الغربي لمصر أو جنوب غرب مصر. يبقى هضبة الجولف الكبير موجودة في جنوب غرب مصر. يبقى احنا عرفنا ازاي نستخدم وردة البوصلة لتحديد الاتجاهات الأصلية أو الفرعية الخاصة بالأماكن المختلفة على خريطة مصر. هنبدأ على بركة الله درسنا النهاردة، الدرس الثاني اللي بعنوان المصادر الأولية والمصادر الثانوية. طيب قبل ما نبدأ درسنا لازم نعرف يا أولاد أهداف درسنا. في نهاية درسنا النهاردة إن شاء الله هنكون كلنا قادرين على أن نميز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. نستخدم المصادر الأولية والمصادر الثانوية للحصول على المعلومات. هنميز بين الحقائق والآراء حول معلومات متعلقة بأحداث تاريخية، ونركز يا ولاد في أهداف درسنا إن إحنا بنعوز نقيمها في نهاية الحصة. قلنا إن إحنا بنشرح مع بعض وبنشوف في نهاية الحصة إحنا هنفهم في الدرس أو إن هنحقق الأهداف دي بدرجة إيه. على بركة الله نبدأ مع بعض. جزئية لنتفاعل معا، جايب لنا فقرة بيقول لك عندما تريد معرفة معلومات عن حدث ما مثل حفر قناة السويس. لو أنت عايز تعرف معلومات عن حفر قناة السويس،
أنت هتعمل إيه؟ فإنك ستسأل من أين أحصل على هذه المعلومات؟ يا ترى أنا هجيب المعلومات دي إزاي؟ طيب هي المعلومات اللي أنا جبتها أو حصلت عليها دي إزاي أتأكد من صحتها؟ هل هي صحيحة ولا خطأ؟ طيب درجة صحتها إيه؟ وده هيكون موضوع درسنا النهاردة في معرفة المصادر الأولية والمصادر الثانوية للمعلومات. نشوف مع بعض لنتعلم، هنتكلم مع بعض يا ولاد عن حفر قناة السويس. احنا عارفين قناة السويس وشفناها على الخرائط وعلى خريطة مصر، وان هي موجودة بتربط بين البحرين الاحمر والمتوسط وموجودة دلوقتي، وانها من اهم الممرات الملاحية في العالم. ايه يا مستر ممر ملاحي ده؟ يعني ايه ممر ملاحي؟ الممر الملاحي هو مجرى مائي يستخدم إن السفن تعبر خلاله أو بيتم فيه النقل المائي، السفن بتمشي فيه، ده الممر الملاحي بسهولة خالص. طيب تعالوا نعرف عن قناة السويس. آدي على الخريطة يا ولاد قناة السويس اللي معمولة باللون الأحمر، هي اللي بتربط البحر الأحمر عن طريق خليج السويس والبحر المتوسط عند مدينة بورسعيد. فبيقول لك إيه عن قناة السويس؟ قناة السويس شريان الاقتصاد العالمي، هي قلب الاقتصاد العالمي ومهم جزء في الاقتصاد العالمي. تعد قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي، بيربط بين البحر الأحمر زي ما قلنا في شرق مصر والبحر المتوسط في شمال مصر، وقد حفرت بسواعد المصريين، أيدي المصريين، إن المصريين هم اللي حفروا قناة السويس تحت إشراف مهندسين فرنسيين. يبقى احنا عرفنا أهمية قناة السويس، إن قناة السويس تعتبر شريان للاقتصاد العالمي. طب ليه هي شريان للاقتصاد العالمي؟ لأنها أهم ممر ملاحي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. طيب مين اللي حفر قناة السويس؟ تم حفرها بسواعد يعني أيدي المصريين. طيب مين اللي كان بيشرف على الحفر؟ طبعا مهندسين فرنسيين. تعالوا نشوف فكرة قناة السويس كانت موجودة ازاي، وهل هي تم حفرها على هذا الوضع الموجود عليه ام كان لها شكل اخر. تعالوا نتعرف مع بعض على قناة السويس. جايب لنا قناة السويس وبقول لك بداية فكرة حفر قناة السويس. فكرة حفر القناة تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط كانت حلم راود الكثير من الحكام، حكام كثير كانوا بيحكموا مصر فكروا انهم يحفروا قناة تربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط منذ القدم طبعا. ففي عهد الملك سنوسرت الثالث تم حفر قناة، القناة اللي قدامنا في الصورة دي على الخريطة، ادي القناة دي بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط بس عن طريق نهر النيل. يعني ايه؟ يعني انا عايز اسافر من هنا لهنا، كنت اسافر اجي في البحر الاحمر واجي في القناة اللي حفرها سنوسرت الثالث واخش نهر النيل وارجع تاني على البحر المتوسط. يبقى كانت بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. دي القناة القديمة التي حفرها الملك سنوسرت الثالث. طب كان مسميها ايه؟ كان مسميها قناة سيزوستريس، قناة سيزوستريس. يبقى الملك سنوسرت الثالث في عهد المصريين القدماء قام بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل وسماها قناة سيزوستريس، وطبعا كان بيستخدمها لنقل السفن والتجارة. طيب استمرت القناة دي كتير؟ استمرت فترة، لكن الرمال اتردمت بفعل الرمال والرياح، ان الرملة ردمتها. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ جت المصريين القدماء اعادوا حفر قناة السويس، لكن حفروها على وضعها الجديد اللي هو موجود حاليا على الخريطة قدامنا دلوقتي. ادي قناة السويس اللي بتربط خليج السويس او البحر الاحمر بالبحر المتوسط زي ما شايفين على الخريطة قدامنا كده، دي قناة السويس. طيب بقول لك ايه؟ حفرت بسواعد المصريين، احنا قلنا ان المصريين اللي تم حفر قاموا بحفرها،
وتحت إشراف مهندسين فرنسيين. طيب تم افتتاحها للملاحة إمتى؟ تم افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869 ميلادية، يبقى تم إعادة حفر قناة السويس وافتتاحها للملاحة العالمية عام 1869 ميلادية في حفل أسطوري. أسطوري يعني حفل كبير جدا بيحكي عنه العالم كله، دعي إليه ملوك العالم، حضروا ملوك العالم كله، كان ملوك النمسا وملوك فرنسا وإنجلترا، دعي إليه ملوك العالم كله عشان يحضروا حفل افتتاح قناة السويس. يبقى دي المرة اللي تم إعادة حفر القناة لكن على شكلها الحالي. طبعا قلنا إن الملك سنوسرت الثالث ربط البحرين الأحمر والمتوسط لكن عن طريق نهر النيل زي ما شفنا في الخريطة اللي سابقة. يبقى احنا عرفنا الفرق بين القناة القديمة والقناة الجديدة. القناة القديمة كان الملك سنوسرت الثالث مسميها قناة سيزوستريس. طبعا القناة الجديدة اسمها قناة السويس. قناة السويس تم افتتاحها للملاحة عام 1869 في حفل ضخم جدا وكبير حضره ملوك العالم. طيب ايه تاني عن قناة السويس نعرفه يا مستر؟ طبعا هل بقيت القناة على هذا الوضع؟ فضلت على هذا الوضع فترة كبيرة لحد ما جينا في سنة 2015. الحكومة المصرية قالت احنا محتاجين نحفر قناة جديدة زي اللي ظهر قدامنا على الخريطة دي موازية للقناة القديمة، يعني قصادها بالظبط جنبها بالظبط. تم انشاء قناة جديدة موازية لتسير السفن عشان تحرك السفن في الاتجاهين، لان الاول كانت القناة اتجاه واحد فقط، السفن كانت تعبر من الشمال الى الجنوب، فالسفن اللي جاية من الجنوب من البحر الأحمر كانت تنتظر إلى خروج السفن أو في مناطق الانتظار، وده كان بياخد وقت كبير جدا. لكن جت مصر في سنة 2015 وتم حفر قناة السويس الجديدة. طيب إيه فايدة قناة السويس الجديدة؟ طبعا قناة السويس الجديدة دي قللت زمن عبور السفن، بقت السفن بتمشي في الاتجاهين في نفس الوقت، فده بيوفر وقت ومجهود كبير على السفن. يبقى تم إنشاء قناة جديدة موازية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق الانتظار داخل القناة. ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى إنه قلل زمن عبور السفن. طب تم افتتاح القناة الجديدة اللي هي قناة السويس الجديدة سنة كام؟ 2015. نركز ان احنا عندنا الافتتاح لقناة السويس القديمة سنة 1869، وقناة السويس الجديدة تم افتتاحها في العصر الحديث اللي احنا فيه يا ولاد في سنة 2015. سنة 2015 وتم حفر القناة الجديدة قناة السويس الجديدة ليه؟ علشان السفن تتحرك في الاتجاهين في نفس الوقت، وعلشان تقلل زمن عبور السفن، علشان تقلل زمن عبور السفن. طيب أنا قلت شوية معلومات عن قناة السويس. طيب لو أنا عايز أتأكد من المعلومات وصحة المعلومات اللي أنا قلتها دلوقتي عن قناة السويس، وادي الصورة اللي قدامنا يا ولاد اللي بتوضح لنا قناة السويس والقناة الموازية القناة الجديدة اللي تم حفرها موازية لقناة السويس عشان تقلل زمن عبور السفن. لو أنا عايز أتأكد من صحة هذه المعلومات اللي أنا قلتها عن قناة السويس المفروض أعمل إيه؟ طبعا كلنا قلنا أنا هدور في الكتب، وناس قالت أنا هدور على مصادر للمعلومات اللي قلتها يا مستر علشان أتأكد الكلام ده صحيح ولا الكلام ده خطأ. طيب أتأكد من صحته ومن الحقائق اللي فيه ومن الآراء، يبقى أنا هبحث في مصادر للمعلومات، المصدر اللي أنا جبت منه المعلومة. طيب إيه مصادر المعلومات؟ قالك أنت عندك نوعين من المصادر. نرجع بقى لعنوان درسنا اللي هو بيقول إيه؟ المصادر الأولية والمصادر الثانوية. طيب تعالوا نعرف الفرق مع بعض بين المصدر الأولي والمصدر الثانوي.
أولاً المصدر الأولي. المصدر الأولي هو كل ما تم نقشه أو تدوينه، سواء من قبل أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه. يعني إيه الكلام ده؟ كل ما تم نقشه أو تدوينه، يعني الحاجات اللي اتكتبت أو اترسمت من قبل من عن طريق أشخاص عاصروا الحدث. يعني إيه عاصروا الحدث؟ يعني كانوا عايشين في الوقت بتاع الحدث، زي مثلا الأشخاص اللي كتبوا عن قناة السويس في سنة 1869، كانوا عايشين الحدث، موجودين في الوقت ده، أو شاركوا كمان في الاحتفالية بتاعة قناة السويس. يبقى دول أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه. وطبعا ده بيرتبط بزمن وقوع الحدث، لازم أكون موجود في الحدث. زي إيه؟ زي الصور، أنا التقطت صورة لحفل الافتتاح، زي الصورة اللي قدامنا دي، دي صورة لحفل افتتاح قناة السويس. أو أنا عملت نقش على حجار أو على جدران المعابد، اتكلم لي مثلا على لوحة الملك نارمر، أو على نقش الملك سونسيرت الثالث، أو حفر الملك سونسيرت الثالث لقناة سيزوستريس، عرفنا عنها عن طريق كده النقوش اللي موجودة على جدران المعابد. يبقى احنا عرفنا الصور. المخاطبات، يعني ايه المخاطبات؟ اللي هي الرسائل الرسمية يا أولاد، يعني مثلا اللي بتبقى ما بين ملوك الدول، زي مثلا أيام الافتتاح الدعوات اللي قام بها ملك مصر وأرسلها للملوك العالم عشان يحضروا حفل افتتاح قناة السويس، دي اسمها مخاطبات رسمية. والوثائق الرسمية، الكلام أو الأوراق الرسمية اللي بتدل على الحدث ده. أو الأفلام التسجيلية، طبعا أنا هعمل فيلم تسجيل عن قناة السويس في الوقت اللي تم فيه الافتتاح، ده اسمه مصدر أولي. أو النقوش، زي ما قلنا النقوش اللي هي بيتم نقشها على جدران المعابد أو المقابر قديما، على القطع الأثرية أو المعابد أو البرديات. طبعا البرديات قديما أيضا المصريين القدماء هم اللي كانوا بيكتبوا على البردي، نبات البردي، وكتابات المؤرخين القدماء. والمؤرخين القدماء اللي كانوا عايشين قلنا في وقت الحدث أو شاركوا فيه وغيرها. يبقى أنا عرفت إن المصدر الأولي بيتم كل ما تم نقشه أو تدوينه كتابته، سواء من قبل أشخاص عاصروا الحدث، يعني كانوا موجودين في وقت الحدث، أو شاركوا فيه أو كانوا مشاركين فيه كمان، ودول بيرتبطوا بزمن وقوع الحدث. زي إيه؟ زي الصور، المخاطبات، الوثائق الرسمية، الأفلام التسجيلية، النقوش على القطع الأثرية والمعابد، البرديات، وأيضا كتابات المؤرخين القدماء وغيرها من المصادر الأولية. يبقى احنا تعرفنا على مفهوم المصدر الأولي، إن هو لازم يكون عاصر الحدث أو شارك فيه، اللي كتبه أو سجله لازم يكون عاصر الحدث أو شارك في الحدث. وطبعا قلنا أمثلة عليها كتير، الصور والأفلام التسجيلية والوثائق الرسمية، المخاطبات، النقوش على القطع الأثرية والبرديات، وكتابات المؤرخين. طيب تعالوا نفرق بينها وبين المصدر الثانوي. طيب يا ترى ليها مميزات؟ طبعا احنا قلنا مميزاتها واحنا بنشرح إنها مصادر بتوثق للمعلومات والأحداث، وطبعا دقيقة جدا لأنها معاصرة للحدث. قلنا الأشخاص دول لازم يكونوا معاصرين للأحداث عشان يبقى المصدر بتاعهم مصدر أولي. يبقى من مميزات المصادر الأولية أنها مصادر لتوثيق المعلومات والأحداث، وطبعا أكثر دقة ومعاصرة للأحداث. تعال نشوف المصادر الثانوية. المصدر الثانوي، طب يا ترى ايه المصدر الثانوي؟ هو كل ما تم تدوينه، يعني كتابته، بعد مرور زمن طويل منذ وقوع الحدث. يعني انا لو هكتب دلوقتي عن قناة السويس اللي تم افتتاحها سنة 1869، يبقى الكتابة بتاعتي هتبقى مصدر ثانوي. انا هعمل بحث او كتاب او مقال عن قناة السويس، هتبقى الكتابة اللي انا هكتبها دي هتبقى مصدر ثانوي، لأن أنا ما عشتش أو ما كنتش موجود في وقت الحدث.
وغالبا ما يستند الى المصادر الاوليه. انا لو عايز اجيب معلومات عن البحث بتاعي ده لو عن قناه السويس وعايز اجيب معلومات، هدور على مصادر اوليه، الكتب اللي تم تاليفها وكتابتها في سنه افتتاح القناه، والمقالات والموسوعات اللي كانت موجوده. دي امثله على المصادر الثانويه. يبقى انا عشان اكتب كتاب او مقال او موسوعه او بحث عن قناه السويس لازم ارجع للمصادر الاوليه. طيب الحاجات اللي انا هكتبها دي سواء كتب او مقالات او موسوعات او ابحاث او غيره او بوستات زي اللي بتتكتب مثلا بيتم نشرها على مواقع السوشيال ميديا وغيره، طبعا دي كلها بتبقى مصادر ثانوية، مصادر ثانوية. وعشان اكتبها برجع للمصادر الاولية علشان اكتبها. طيب يا ترى هي ليها مميزات يا مستر؟ طبعا ليها مميزات، ان هي برضو مصدر للمعلومة من مصادر توثيق المعلومات، وايضا انها متوفرة وسهل الحصول عليها، ان انا في اي وقت ممكن اروح اجيب كتاب موجود في المكتبة عن قناة السويس، مقالات سهلة الاقيها، الموسوعات سهلة الاقيها في المكتبات، والابحاث برضو سهل ان انا الاقيها او اوصل ليها او احصل عليها، على عكس المخاطبات الرسمية او الوثائق الرسمية والافلام التسجيلية اللي تم انشائها في وقت افتتاح قناة السويس بيبقى صعب الحصول عليها. يبقى احنا عرفنا ان المصادر الثانوية دي مصادر بيتم تدوينها او كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل، يبقى مش مرتبطة بزمن وقوع الحدث زي المصدر الاولي، وبتستند في كتابتها على المصادر الاولية. انا عشان اكتبها بحتاج للمصادر الاولية عشان اخد منها المعلومات. من امثلة عليها زي الكتب، المقالات، الموسوعات، والابحاث وغيرها. ايه ميزاتها او مميزاتها؟ انها مصادر بتوثق لي المعلومات والاحداث، ان انا اوثق بيها المعلومات والاحداث بتاعتي، وطبعا هي متوفرة ويسهل الحصول عليها، لكنها غير دقيقة او ليست اكثر دقة مقارنة بالمصادر الاولية. احنا قلنا ان المصادر الاولية اكثر دقة، المعلومات فيها بتبقى دقيقة جدا. طيب احنا عرفنا كده المصدر الاولي والمصدر الثانوي، تعالوا نشوف كده ونراجع مع بعض على المصادر الاولية والمصادر الثانوية ونقارن بيناتهم ونحدد اوجه التشابه والاختلاف بين المصادر الاولية والمصادر الثانوية. لما يجي لنا يقول لك حدد اوجه التشابه والاختلاف بين المصادر الاولية والمصادر الثانوية، والسؤال ده موجود في الكتاب المدرسي عند الجزئية بتاعت لنراجع، نجاوب عليه ازاي؟ اول حاجة هنرسم جدول زي ده وهنقول فيه التشابه بين المصادر الاولية والمصادر الثانوية. ايه وجه الشبه ما بين الاتنين؟ اول حاجة ان هما الاتنين من المصادر او من مصادر الحصول على المعلومات، كلاهما مصادر لتوثيق المعلومات والأحداث. أنا عايز أعرف المعلومات بتاعتي أو أوثق المعلومات بتاعتي والأحداث، ممكن أستند إلى المصادر الأولية أو المصادر الثانوية. طب يا ترى إيه الاختلاف؟ الاختلاف يبقى هنتكلم عن كل واحد فيهم على حدة. المصادر الأولية قلنا مالها؟ تمام، هي كل ما تم نقشه أو تدوينه سواء من قبل أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه، يبقى لازم يكونوا موجودين في وقت الحدث أو كمان شاركوا في الحدث، وبيرتبط بزمن وقوع الحدث، مثل إيه؟ زي الصور، المخاطبات، الوثائق الرسمية، الأفلام التسجيلية، والنقوش على القطع الأثرية، والمعابد، وطبعاً البرديات وكتابات المؤرخين القدماء. دي كانت المصادر الأولية. طيب المصادر الثانوية يا مستر، تعالوا نشوف مع بعض ونفتكر مع بعض. قلنا كل ما تم تدوينه أو تسجيله بعد مرور الحدث أو بعد انتهاء الحدث، الحدث خلص وخلاص وأنا جيت بعدها بفترة بكتب عنه، يبقى ده مصدر ثانوي. هي كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل منذ وقوع الحدث، وغالبا ما يستند إلى المصادر الأولية، وعشان أكتبها بحتاج إلى المصادر الأولية. قلنا أمثلة عليها الكتب، المقالات، الموسوعات، والأبحاث، ونركز عشان بيجيبوها لنا في الاختياري.
يجيب لك مثلا من المصادر الأولية لتوثيق المعلومات، ويجيب لك الكتب، المقالات، الموسوعات والنقوش. طبعا مصادر أولية هيبقى النقوش. شطار، برافو عليكم. أبقى مركز بس في قراءة السؤال وما تلخبطش. نشوف، نكمل مع بعض ونراجع. انظر إلى قائمة المصادر التالية ثم اكتب، هل هي مصدر أولي أم مصدر ثانوي؟ أول واحدة، مخطط أولي أصلي لتصميم القناة. مخطط تصميم القناة، المخطط اللي كانوا بيصمموه عشان يحفروا القناة، يا ترى ده هيبقى إيه؟ مصدر إيه؟ أولي ولا مصدر ثانوي؟ شطار يا ولاد، ده مصدر أولي طبعًا. فيلم تسجيلي أو وثائقي أثناء حفر القناة. صوروا فيلم وهم بيحفروا في قناة السويس قديمًا، المصريين وهم بيحفروا قناة السويس. يا ترى الفيلم ده هيبقى إيه؟ شطار، ده معاصر للحدث، ده هيبقى مصدر أولي. مصدر أولي، أحد المؤلفات عن حفر قناة السويس اللي اتكتب سنة 2000. أنا جيت سنة 2000 أو السنة دي ورحت كاتب كتاب أو مؤلف كده عن قناة السويس، تم حفر قناة السويس أو عن حفر قناة السويس، هيبقى المصدر بتاعي هيبقى مصدر إيه؟ أو الكتابة بتاعتي دي هتبقى إيه؟ برافو عليكم، هتبقى مصدر ثانوي لأنه غير معاصر للحدث، غير معاصر للحدث. نكمل مع بعض جزئية نتعمق في الفهم. أنا عايز أفرق يا ولاد ما بين حاجة مهمة جدا وأنا بتطلع أو بقرأ في الكتب والمصادر سواء أولية أو مصادر ثانوية، إن أنا أفرق ما بين حاجتين. الحاجة الأولانية إيه هي؟ الحقائق أو الحقائق، والحاجة التانية الآراء. أعرف الفرق ما بين الحقيقة والرأي. يبقى إحنا دلوقتي هنعرف الفرق ما بين إيه هي الحقيقة والرأي. عندما تبحث في مصادر المعلومات الأولية والثانوية لابد، يبقى لازم أن تميز بين الحقائق والآراء التي يتضمنها المصدر اللي جايبها قدامك، المصدر اللي أنت بتطلع عليه سواء مصدر أولي أو مصدر ثانوي، تعرف الفرق ما بين الحقيقة فيه وما بين الرأي أو رأي الكاتب بتاع المصدر قدامي. طيب يعني إيه حقيقة ويعني إيه رأي؟ تعالوا نميز ما بينهم مع بعض. أولاً الحقائق، إيه هي الحقائق؟ طبعاً الحقائق هي معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها، معلومات أو أحداث تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها، دقيقة، سواء من خلال البحث أو التجريب. مميزاتها بتتسم بالدقة والموضوعية، ونادراً ما تكون غير صحيحة، قليل جداً إنها تكون غير صحيحة. يبقى اللي أنا بوصفه ده الحقيقة. يبقى الحقيقة هي إيه؟ إحنا بنقول الحقيقة دي حاجة متأكدين من صحتها، معلومة متأكدين من صحتها وتم إثباتها بالدليل كمان. إزاي تم إثبات صحتها؟ عن طريق البحث أو التجريب. مميزاتها إيه؟ تتسم بالدقة والموضوعية. طيب هي ممكن تكون غير صحيحة؟ نادر جدا إنها تكون غير صحيحة، دي اسمها الحقائق، دي اسمها إيه؟ الحقائق. طيب إيه هي الآراء أو الرأي؟ يعني إيه رأي؟ رأي إحنا كلنا عارفين إن أنا أقول رأيي في حاجة معينة، زي مثلا أشوف صورة أقول الله الصورة دي جميلة، أتكلم عن مدينة الله المدينة دي أجمل المدن، ممكن شخص تاني يقول على مدينة غيرها لا دي أجمل المدن، يبقى ده اسمه رأي. يبقى ده اسمه إيه؟ رأي. تعالوا نشوف مع بعض. الآراء ده تعبير عما يشعر به أو يفكر فيه شخص ما تجاه موضوع معين. يبقى أنا مثلا في بتكلم مثلا عن مدينة الإسكندرية، دي أجمل المدن. لا شخص تاني من القاهرة يقول لك لا دي القاهرة أجمل المدن. شخص تاني من الصعيد من الأقصر يقول لك لا دي الأقصر أجمل المدن. يبقى كل واحد بيتكلم عما يشعر به، بيعبر عما يشعر به أو يفكر فيه شخص ما تجاه موضوع معين. تجاه موضوع معين أنا بحب ده هتكلم عنه برأي إيجابي، مش بحب ده هتكلم عنه برأي سلبي. يبقى لازم أميز بين الحقيقة والرأي. وقد تكون صحيحة أو خطأ، ممكن تبقى رأيي ده صح
أو خطأ. لذلك عشان كده لا يجب التسرع في الأخذ بها. مش لازم إن أنا أتسرع في إن أنا أخذ الآراء، أخذ آراء الناس، لا، لازم أتأكد من صحتها أو هي مظبوطة ولا لا، صح ولا خطأ، إلا بعد التأكد منها. يبقى أنا عندي فرق ما بين الحقيقة والرأي. قلنا الرأي تعبير عن ما يشعر به الشخص أو يفكر فيه تجاه موضوع معين، أنا بعبر عن الموضوع المعين ده أو عن حاجة معينة سواء بالإيجاب أو بالسلب. ممكن التعبير بتاعي ده أو الشعور بتاعي ده يبقى صح أو خطأ. علشان كده إحنا لما نيجي ناخد في المصادر ونبص على آراء، لا يجب التسرع في الأخذ بها إلا بعد التأكد منها أو التأكد من صحتها. يبقى إحنا يا أولاد دلوقتي عرفنا الفرق ما بين الحقيقة وما بين الرأي. الحقيقة معلومة أو حدث تم إثبات صحته والتأكد من دقته عن طريق البحث أو التجريب، بيتسم بالدقة والموضوعية، ونادرا ما تكون غير صحيحة، قليل أو إنها تكون غير صحيحة. طيب الرأي هو تعبير عن ما يشعر به أو يفكر فيه شخص ما تجاه موضوع معين. الرأي اللي بيقوله شخص ما عن موضوع معين ممكن يبقى صح وممكن يبقى خطأ. علشان كده مش لازم أتسرع في الأخذ بالآراء، مش لازم أخذ الآراء بسرعة، لا، أنا لازم أتأكد منها الأول. تعالوا نشوف النشاط ده. اكتب حرف الحاء إذا كانت الجملة تعبر عن حقيقة، وحرف الراء إذا كانت الجملة تعبر عن رأي. يعني احنا هنشوف دلوقتي اللي قدامنا ده حقيقة ولا رأي. رقم 1، مدينة الغردقة هي أجمل مدينة في مصر. أنا هتكلم عن الغردقة وأقول إن الغردقة أجمل مدينة في مصر، يا ترى ده حقيقة ولا رأي؟ ده الكلام ده يحتمل إنه يكون حقيقة ولا يكون رأي؟ طبعا شطار، كلنا قلنا مع بعض لا، ده رأي. ممكن حد تاني يقول مدينة شرم الشيخ الأجمل، الإسكندرية الأجمل، فده يبقى رأي. ده هيبقى إيه؟ رأي. بلغ عدد سكان الغردقة 190,592 نسمة وفق تعداد 2017 ميلادية. طبعا ده شطار يا ولاد، ده حقيقة، لأن دي معلومة جاية من الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة. رقم 3، الهرم الأكبر هو العلم الأثري السياحي الأهم في مصر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الهرم الأكبر هو أهم حاجة في الآثار في مصر أو أهم أثر سياحي في مصر. ممكن ناس تانية تشوف إن في حاجة أهم منه، وممكن ناس تشوفه إن هو فعلا أهم حاجة. يبقى ده حقيقة ولا رأي؟ شطار، ده رأي. بلغ ارتفاع الهرم الأكبر 147 متر. ده تم التأكد منه وتم التأكد من صحته، لأنه فعلا بالتجربة تم قياسه 147 متر، يبقى ده حقيقة. الصورة اللي قدامنا جاي عليها سؤال، هذه صورة رائعة لقناة السويس. الصورة اللي قدامنا دي صورة رائعة لقناة السويس، يا ترى دي حقيقة ولا رأي؟ أنا ممكن أشوف الصورة أقول لا، دي صورة عادية، مش لازم تبقى صورة رائعة، مش لازم تبقى جميلة، ده في أجمل منها كتير. وممكن ناس تقول آه دي صورة رائعة وجميلة، يبقى ده إيه؟ رأي. يبقى ده إيه؟ رأي. شطار. طيب رقم 6، تبين الصورة، نفس الصورة اللي قدامنا، تبين الصورة عملية حفر قناة السويس. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لنا عملية حفر قناة السويس. طيب أنا عايز أتأكد فعلا، أتأكد قدامها أهو، أنا شايف الأجهزة أو آلات الحفر والناس بتحفر في قناة السويس أو العمل في قناة السويس، يبقى إذا دي حقيقة تم التأكد من صحتها. يبقى أنا شوف الثاني، الفرق ما بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية، وعرفنا إزاي أحتاج ليهم أو أوصل للمصادر الأولية وأميز بيناتها وما بين المصدر الثانوي. نوصل لأهداف درسنا اللي بدأنا بيها يا أولاد. إحنا قلنا إحنا عايزين نقيم نفسنا في نهاية الدرس، هنشوف إحنا حققنا إيه من الأهداف بتاعتنا. أول هدف يميز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية، يا ترى أنا هقدر أميز بين المصادر الأولية والثانوية؟ المستوى اللي أنا هقوله ولا بحاجة إلى مجهود أكبر؟ انتوا نفسكم بعد ما تذاكر ده في بداية الدرس، بعد ما تذاكر ارجع على جدول الأهداف تاني وقيم نفسك
فيه شوف انت حققت الهدف بجيد جدا ولا جيد، ولا محتاج لمجهود اخر او مجهود اكبر لتحقيق هذا الهدف. الهدف الثاني بنستخدم المصادر الاوليه والمصادر الثانويه للحصول على المعلومات، يا ترى انا استخدمتها ولا لا، وازاي استخدم هذه المصادر اقدر اميز بين الحقائق والاراء حول معلومات متعلقه باحداث تاريخيه، اشوف انا حققت ده ولا لا. واشكركم جدا يا اولادي، خلص درسنا درس سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.